والفرق اللي هتصعد هي نفس الفرق اللي هتشارك في بطولة أوروبا، وبالتالي هم دول الفرق اللي هتشارك هنا، هي دي اللي هتشارك هنا. هنتكلم معاكم يعني باستفاضة، هنتكلم معاكم بتفاصيل أكتر. هيبقى معانا طبعا مداخلة مهمة جدا جدا، يعني أو معانا مداخلة مهمة جدا من واحد ناقد رياضي ومتابع جيد جدا للدوريات الأوروبية، واحد من طبعا الأصدقاء اللي أنا بعتز بيهم، هو طبعا عمر عبد الله الصحفي والناقد الرياضي. عمر برحب بيك. حبيبي عمر، ألف مبروك البرنامج وبداية موفقة إن شاء الله، ودايما كده بتثري الساحة الإعلامية ومتابعي الكرة الرياضية والعالمية. عمر بشكرك جدا، يمكن ما فيش أحسن منك يتكلم معايا على دوري الأمم الأوروبية ويشرح للناس إزاي الدوري ده بيحصل أو إيه الهدف منه. بداية خليني أخدك، إيه الهدف من إنشاء دوري الأمم الأوروبية؟ البداية الاتحاد الأوروبي حب يزيد من استثماراته في عالم كرة القدم، اقترح من فترة طويلة من حوالي 4 سنين وتحديدا في 2014 إقامة دوري لبطولة الأمم الأوروبية يستخدم في الفراغات بتاعة الفيفا ديت، الفراغات اللي هي بيتلعب فيها المباريات الودية وبيتلعب فيها المباريات التحضيرية. الاتحاد الأوروبي حب ان هو يستغل الفراغات دي تبقى بطولة تحت رعايته، يبقى البث التلفزيوني وإذاعة المباريات دي بتصب في خزينته، فاختار ان هو يقيم بطولة للفرق الأوروبية تلاعب بعضها وفقا لمستويات معينة ومستويات محددة، وبالتالي تتلعب في الفراغات اللي بتبقى ما بين المباريات الرسمية وما بين مباريات التصفيات. ده هيزيد من انغلاق القارة الأوروبية على نفسها، لأن هيبقى صعب الفرق اللي من بره تلعب فرق أوروبية، صعب إن أنت تلاقي فريق أفريقي يلعب فريق أوروبي، لأن هم بالتبعية خلاص اتحطوا في بطولة دوري الأمم الأوروبية اللي كان ليه في الأساس يعني نظرة اقتصادية من الاتحاد الأوروبي لزيادة المداخيل من البث التلفزيوني وإضافة جدية للمباريات الودية. وكمان مع شرح الفكرة نفسها هنشوف ان هو بيدي فرصة لبعض الفرق اللي ما بتقدرش تصعد من التصفيات انها تصعد لبطولة الأمم الأوروبية. طيب عمر، يمكن انت عارف ان البطولة دي هيبقى فيها طبعا يعني تساؤلات، الناس بتسأل هل الفرق او المنتخبات المشاركة الأندية هتوافق هتخلي اللعيبه بتاعتها تشارك مع المنتخبات، ولا هيبقى العامل الاجهاد اللاعبين اللي طبعا زي ما انت عارف اللعيبه بيتم صرف مبالغ كبيره جدا عليها، هل ده هيحصل ولا الانديه هتسيب اللي طبعا اللعيبه اللي موجوده للمنتخبات في تصفيات الامم الاوروبيه؟ هو كده كده هي البطوله هتقام في فراغات الفيفا، اللي هو من حق النادي اللي هو يعني يسيطر على اللعيب، النادي بيبقى خارج سيطرة اللاعب، يبقى خارج سيطرة النادي في فراغات الفيفا أو في توقيت مباريات الفيفا ديت، اللي هي بتبقى بتقام بشكل أجندة الفيفا اللي بتقام بشكل دوري وبتتوزع على كل الأندية. كل اللي حصل إن الاتحاد الأوروبي بدل ما خلى المباريات ودية، بدل ما خلى فرنسا هتلاعب الدنمارك مثلا وديا أو ألمانيا هتلاعب إيطاليا وديا، لا، حط لهم بطولة وحط لهم نظام مباريات وحط لهم جدول مباريات وسماه دوري الامم الاوروبيه، هيقام على موسم كامل، يعني هو في موسم 2018 2019، فبالتالي هو الانديه كده كده اللاعب اللي هيتم استدعائه، ان لم يتم استدعائه لبطوله دوري الامم الاوروبيه كان هيتم استدعائه لمباراه وديه، فبالتالي هي مباريات داخل الاجنده الرسميه للفيفا وخارج سيطره الانديه، والانديه ما تملكش ان هي تمنع اي لاعب ان هو يشارك في البطولات او في البطولات او في المباريات دي. طيب عمر، عايزين كده بالراحه واحده واحده نفهم الساده المشاهدين نظام التصفيات وازاي البطوله دي هتتعمل، ومن حد 2018 ل 2020 السيناريو اللي هيحصل من اول التصفيات لحد ما البطوله تتلعب. هو بداية هو نظام معقد جدا طبعا، عشان كده قلت لك بالراحة عشان نفهم الناس بالظبط كده. هم عاملين بطولة يعني نظامها طويل شوية ومحتاج شرح. هنبدأ من الأصل، إن هي بطولة يورو 2020 أو يورو 2020. تمام. هي بطولة أصلا في نظامها غريب شوية، هي هتتلعب على 13 مدينة في 13 دولة، هيشارك فيها 24 فريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. بما ان هي 13 مدينه فهو بالتالي مفيش بلد منظم. تمام. يعني مفيش دوله منظمه هتتاهل مباشره، فال 24 فريق اللي هيصعدوا لكاس الامم الاوروبيه هيصعدوا عن طريقين. الطريق الاول هو الطريق التقليدي جدا اللي هيتلعب بيه، اللي هو تصفيات كاس الامم الاوروبيه 10 مجموعات، هيصعد اول وثاني كل مجموعه بقوام 20 فريق هيشاركوا مباشره في كاس الامم الاوروبيه.
يعني يبقى دي يعني ممكن يعني تأثر. دلوقتي يا عمر، احنا دلوقتي هنتكلم على دوري الامم الاوروبيه، بنتكلم على ان في جروب A او في مجموعه الف وب وت وس مثلا، تمام كده؟ تمام، بنتكلم على ان كل مجموعه، يعني عايزك تشرح لي جروب A بالظبط. كام فريق، جروب B كام فريق، جروب C كام فريق، وجروب D، وفي نفس الوقت المجموعات اللي جوه كام مجموعه وعدد الفرق اللي موجوده جوه، بالظبط، يعني نشرح بقى للناس ازاي هيتم من التصفيات ان ال20 فريق يصعدوا. تمام. احنا ال 55 فريق الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هيشاركوا في تصفيات كاس الامم الاوروبيه العاديه اللي هتوزع على 10 مجموعات، وهيشاركوا برضو في نفس التوقيت وفي نفس الوقت بالتوازي في دوري الامم الاوروبيه، عشان بس ما يحصلش خلط ان اللي هيشارك هنا مش هيشارك هنا، لا، اللي هيشارك في دوري الامم الاوروبيه هيشارك في تصفيات كاس الامم الاوروبيه العاديه. دوري الامم الاوروبيه عمر متقسم لاربع مستويات. المستوى الاولاني فيه اربع مجموعات، كل مجموعه ثلاث فرق. ده المستوى الاولاني اللي هو جروب A، في ده دوري منفصل بذاته في اربع مجموعات، كل مجموعه طيب ثلاث فرق بقوام 12 فريق. طيب نتكلم على الجروب A اللي فيه 12 فريق. ناخد المجموعات، المجموعه الاولى المانيا وفرنسا وهولندا، المجموعه الثانيه بلجيكا وسويسرا وايسلندا، المجموعه الثالثه البرتغال وايطاليا وبولندا، المجموعه الرابعه اسبانيا انجلترا وكرواتيا. ده طبعا جروب A اللي فيه 12 فريق جواهم اربع مجموعات. طبعا انا شايف يا عمر ان اقوى مجموعه هي المجموعه الاولى بلا شك. طبعا المنتخبات، وهو ده ميزه جروب ايه على فكره، وميزه الدوري الاولاني اللي هو واخد اقوى 12 فريق في القاره الاوروبيه وفقا لتصنيف الفيفا، تمام. اول 12 فريق كلهم مع بعض. من ال 12 فريق دول يا عمر، من الاربع مجموعات اللي موجودين، عشان نوضح للساده المشاهدين زي ما قدامهم بالظبط كده، الاربع مجموعات زي ما احنا شايفين هيطلع اول كل مجموعه من المجموعات الاربعه. صاحب المركز الاول من كل مجموعه هيصعد لدور قبل نهائي، هيتلعب دور القبل النهائي ده بنظام القرعه، هيتعمل قرعه ما بين الاربع اوائل، هيواجهوا بعض في مباراتين لدور قبل النهائي ثم مباراه نهائيه. الفائز من المباراه النهائيه دي هيتاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020، هيبقى خطف بطاقه التاهل من الدوري A وهيتاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020. ده اللي هيتاهل من الدوري A. تمام، نروح بقى لبي، نفس عدد الفرق اللي مشاركه في ايه، هم اللي موجودين في بي، 12 فريق بالظبط باربع بالظبط مجموعات، كل مجموعه بالظبط فيها ثلاث فرق، مظبوط كده؟ طيب ناخد بالظبط المجموعه الاولى في دوري بي، المجموعه الاولى سلوفاكيا اوكرانيا جمهوريه تشيك، المجموعه الثانيه روسيا السويد تركيا، المجموعه الثالثه النمسا والبوسنه والهرسك وايرلندا الشماليه، المجموعه الرابعه ويلز جمهوريه ايرلندا والدنمارك. دول يا عمر تمام هيصعد منهم اوائل المجموعات، مظبوط كده؟ بالظبط طيب بالظبط، يبقى احنا نفس كده النظام تمام. نفس نظام الدوري A، دوري B برضو هيصعد اول كل مجموعه، هيلعبوا دور قبل نهائي، تمام. والفائز من هنا والفائز من هنا هيلعبوا مباراه نهائيه، الفائز كمان والمتاهل من دوري B هيخطف تذكره التاهل مباشره لكاس الامم الاوروبيه 2020. طيب فهيبقى كده معانا بطاقتين من A و B. طيب كده احنا خلصنا A خلصنا B، نروح لسي تمام وسي، الموضوع مختلف شويه، يمكن تمام عدد الفرق مش 12، بنتكلم في 15 فريق. 15 فريق فعلا تمام، طيب هيبقى بنفس برضو الترتيب، بس ايه الفرق يا عمر ما بين A و B و C؟ A و B 12، عندنا اربع مجموعات، C 15، شكل المجموعه هيبقى عامل ازاي؟ المجموعات هيبقى في اربع مجموعات في الدوري برضو، ثلاثه منهم اربع فرق، ثلاث مجموعات اربع فرق، ومجموعه واحده ثلاث فرق، يعملوا 15 فريق. طيب يعني لو رحنا للمجموعه الاولى يا عمر، اسكتلندا تمام البانيا طبعا والكيان الصهيوني الفريق الثالث، المجموعه الثانيه المجر واليونان وفنلندا واستونيا، يمكن المجموعه الاولى هي اللي بس فيها ثلاث فرق، المجموعه تمام الثانيه اربع فرق، المجموعه الثالثه سلوفينيا النرويج بلغاريا وقبرص، المجموعه الرابعه رومانيا وصربيا ومونتينيجرو وليتوانيا. دول برضو بيصعد منهم اوائل كل مجموعه. بالظبط، تمام الاول من كل مجموعه بيصعد ويتلعب ويتعمل ما بينهم قرعه ويتلعب منهم دور قبل نهائي ثم نهائي، ويتأهل من النهائي بطل الدوري، ده هيصعد مباشرة أيضا لكأس الأمم الأوروبية 2020. فيبقى عندنا كده ثلاث بطاقات مؤهلة من دوري
الامم الاوروبيه لبطل الدوري A، بطل الدوري B، وبطل الدوري C. طبعا اخر حاجه المجموعه دي نفس الموضوع يا عمر، عندنا برضو يعني المجموعه الاولى جورجيا ولاتفيا وكازاخستان واندورا، المجموعه الثانيه روسيا البيضاء ولوكسمبورغ ومولدوفا وسان مارينو، المجموعه الثالثه اذربيجان وجزر الفاروه ومالطا وكوسوفو، المجموعه الرابعه مقدونيا وارمينيا وليتشنشتاين وجبل طارق. عمر عبد الله بشكرك شكرا جزيلا على الشرح المطول وبالاستفاضه على دوري الامم الاوروبيه، بشكرك شكرا جزيلا. كمان